فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لبس الرجل للثوب الأسود يعتبر فيه مخالفة للمروءة أو فيه تشبه بالنساء؟ لا، النساء ما تلبس ملابس الرجال، هناك شيء أسود أو أخضر أو أصفر لا تلبسه النساء، الرجال لهم لباس خاص والنساء لها لباس خاص، فلا ما هو السواد خاص بالمرأة، فيه أسود خاص بالرجال، فيه أسود خاص بالنساء، فلا يلبس أحدهما لباس الآخر. نعم. فضيلة الشيخ هل وفقكم، النساء تلبس لباس الصوف الأسود؟ ما تلبس لباس الصوف الأسود، هذا خاص بالرجال. نعم.